هل استقطاب كمالا هاريس للشباب خاصة وأن يعني الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الماضية كان رئيسها كبيرا في السن، يعني ظهر أكثر من مرة بأنه غير حاضر الذهن، هي يعني تعالج هذا الخطأ باستقطاب الشباب، تقول عن نفسها أنها شريكة للجيل الجديد، هل هذا نوع من الخطاب الذي يمكن أن يجذب الشباب الأمريكي؟ طبعا هي ميزه من ناحيه مزايا نسبيه صغر سنها عن ترامب 20 عام. وكان الامريكان يعني كانوا يعترضون على فكره ان ترامب في مقابل بايدن وكلهم يعني في عامل السن. دايما المجتمع الامريكي بيرد الرئيس القوي الذي يسير مثل الرئيس اوباما يجري وفي الطريق والرئيس الهوليودي، وبالتالي بدا بايدن انه يعني كان يعني يتعثر على سلم الطائره. نعم. هذا ايضا اثار كثير من الديمقراطيين، ويعني وكانت هناك مأزق كبير. لكن عندما تأتي كمال هاريس تتحدث بأنها يعني أقل صغرا وتخاطب الشباب، لكن كبار السن يؤيدون ترامب. أيضا هناك انقسامات حتى على مستوى المدن والريف، يعني الريف معظمه في أمريكا من المحافظين وبأيد الحزب الجمهوري، عكس سكان المدن مثلا في نيويورك كاليفورنيا بوسطن وغيرها بأيدون الحزب الديمقراط. وبالتالي هناك شرائح، هناك تغيير في المجتمع الأمريكي. لكن دعنا نقول حقيقة أن هذه الانتخابات اختزلت على مدار كل الانتخابات السابقة، أصبحت ما يسمى الولايات المتأرجحة. صحيح. ويعني نقول أن 6% من سكان أمريكا هم من يحسبون الانتخابات، في هذه الولايات المتأرجحة أن مقاطعات داخل هذه الولايات، يعني لم يعد الأمر فقط 7 ولايات المعروفة، الحزام الجدار الأزرق بنسلفانيا وميتشيغان وويسكونسون وحزام الشمس اللي هي أريزونا ونيفادا وجورجيا، ثم أضيفت لهم طبعا كارولينا الشمالية. لم تعد فقط هذه الولايات السبعة التي تمتلك يعني 93 مندوب في المجمع الانتخابي. نعم. من بين 538، لكن الذي يرجح مقاطعات داخل هذه الولايات. صحيح. ستحسم إذا كان، لأن النظام الانتخابي الأمريكي معروف أن من يفوز ب 50% من الأصوات زائد صوت واحد بيأخذ كل أصوات الولاية في المجمع في المجمع الانتخابي، وبالتالي هذا بيعطي الانتخابات الأمريكية لها طبيعة غريبة، يعني أصبحت مختزلة الآن. ولذلك كل الحملات الانتخابية على مدار الأسبوع الماضي فقط في هذه الولايات بنسلفانيا، ميتشيغان، نورث كارولينا، لأن هي التي ستحسم مصير ساكن البيت الأبيض.